بنركع الا لله بنركع الا لله بنركع الا لله استهداف الفقيه هو استهداف لكل هذا المكون الشيعي ونحن نلبي بتلبية الإسلام لبيك يا إسلام 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 تلبيتنا للفقيه تلبية كذلك للإسلام لما يمثله من خط الإسلامي الأصيل لبيك يا فقيه 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 حد رأس الشعب وحدر عيسى قاسم أحمر أحمر عيسى قاسم خط أحمر